مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: داعشي لبناني قتل زوجته لرفضها تنفيذ عملية انتحارية في سوريا. الله يصطفل فيه، أنا طالب يأخذوا لي حقهم لأنه قتل بنتي وبنتي في أي بريئة. احتجاز جثمان بسبب ضبط سير. والله أنت إذا ما دفعت الضبط ما فينا سلمك رز. هيدا ضبط عليه وبالنهاية دولة، ودولة بتاخد حقها. الطفل السمكة ظاهرة للأطباء ورعب للأهل. حسوا إنه شيء غريب، هربوا أو فزعوا، الأم ممكن عم تجي بس ما عم تسترجي تقدر تطلع عليه أو عم تشوفه. نواب التمديد يتقاضون مما لا ينتجون. السنوات هي التي تحتسب، ما في تشكيك إنه هيدي بوضع قانوني أو دستوري أو دستوري. في نشرتنا نجوى كرم انتحارية وشظايا التفجير تصيب الجميع. نفجر بس أصواتنا لحتى نخليها تنشر الفرح وين ما كان. وفي ترند الليلة هاشتاج عنصري لمناهضة العنصرية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. بكم. ما كان يدور في السر خرج إلى العلن، والحماوة المنبعثة من الميدان أصابت عدواها خطوط التواصل، فعادت الحرارة ودبت في عروق السياسة. وفد أمني سوري رفيع المستوى زار روما، تقاذفه الأخذ والرد، وبقي طي الكتمان إلى أن جرى تأكيد المؤكد برد وفد إيطالي وآخر أوروبي الزيارة. واليوم فتحت دمشق أبوابها واستقبلت وفدا برلمانيا أوروبيا، هو الثالث الذي يخرق الحظر الأوروبي المفروض على النظام السوري بعد وفدين بلجيكي وآخر فرنسي زاراها في الأشهر القليلة الماضية. زحمة الوفود على خط أوروبا دمشق تشي بإعادة النظر في العقوبات تمهيدا لرفعها، وهو ما يقرأ من عنوان تصريح رئيس الوفد ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خافيير كوسو، الذي قال عقب لقائه رئيسة مجلس الشعب: نحن ندعم سوريا ونساندها في مطلبها رفع العقوبات الأوروبية. ما قاله رئيس الوفد يتعدى التصريح إلى رسالة حملها إياها الجانب السوري إلى البرلمان الأوروبي. الزيارة هذه تقاطعت، ومصادر فرنسية تحدثت عن أن البيت الأبيض وضع الملف السوري في عهدة الكرملين، وهو ما يفسر الليونة الأمريكية في تذليل العقبات أمام التنسيق العسكري الأمريكي الروسي. ولم يعد خافيا على أحد أن محادثات فصل النزاع التي بدأها جيشا الطرفين آخذة في التوسع بعد عرض الولايات المتحدة على روسيا تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن الإرهابيين في سوريا. صفقات الكواليس الخلفية هذه تؤكد أن باراك أوباما يسعى سعيه ليختم ولايته بتحقيق انتصار عسكري على الإرهاب في سوريا يحفظ في سجلات البيت الأبيض الرئاسية. ومن بوادر التحولات الجديدة وغير المسبوقة، فإن معركة إقصاء الرئيس بشار الأسد أصبحت كالحرب الباردة، وانتقل شعارها إلى المواقع الخلفية بعد إعادة ترتيب الأمريكي لأوراقه وأولوياته التي لم تعد إطاحة بشار الأسد على رأسها لا في المرحلة الحالية ولا في المرحلة الانتقالية. الانقلاب في الموقف السياسي الأمريكي تلقفه التركي ليحجز له مكانا ولو في آخر الصف، بتوجه أنقرة إلى القبول ببقاء الأسد فترة انتقالية مدتها 6 أشهر، ولكن لا قيمة لمواقف الصغار في ملاعب الكبار. في السياسة كما في الميدان، حيث على أهمية معركة حلب، فإن قرار الحسم يراوح مكانه، وأزيز المعركة يتوقف عند الخط الأحمر الذي يرسم الحدود. وفي خلاصة التحول الأمريكي معطوفا على الأوروبي والتركي ولاحقا الخليجي وتحصيل حاصل، ماذا سيكون موقف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير؟ ففي لقاء الرئيس الأمريكي ولي العهد محمد بن سلمان قال: لا يمكن بقاء الأسد، فما كان من أوباما إلا أن استعان بوليد جنبلاط وأجاب: أنا موافق، ولكن ماذا بعد؟
داعش في سوريا فذبحها في أستراليا. ما عادت طرق القتل الوحشية التي اعتد مشاهدتها في الأفلام خيالا، فزينب محمود طالب من بلدة عين الذهب في عكار ذبحها زوجها بسام رعد من بلدة عصون في الضنية بطريقة همجية وشنيعة، فقطع أطرافها وفقأ عينيها واعتدى على أطفالها الثلاثة وضربهم. والسبب بحسب المعلومات الأولية رفضها طلبه التوجه إلى سوريا لمساعدة داعش لكون رعد منتميا إلى هذا التنظيم. عرف قصة، أنا كنت بالعمرة وقبل بيومين خبرني ابني تلفلي قال لي بدي خبر خبر ممنيح. قلت له طوب لك هلا مني حد مني حدا، بعدين حكيته بعد شوي قال لي والله زينب قصتها كذا كذا، بس ما وضح لي أنه مزبوط كيف صورة الجريمة. قال لي توفيت قبل العيد بيومين. وقت اللي أخذ البنت كان منيح كتير معي، ما بيّلنا عنه شيء أبدا، وسافر ورجع إجا كمان لعنا لهون، ورجع والدت وروحت هي وياه، وكان منيح ما بيّلنا عنه شيء أبدا. بس آخر مدة ما عود تخليه تحكي معي، كل 4-5 شهور تحكي معي، بس ما تقدر تحكي شيء، بس إنه منيح وبس، ما تقلك شيء. إذا أسألت شيء تقولي الحمد لله. ووفق الصحافة الأسترالية حيث يسكن الثنائي، فإن رعد البالغ من العمر 34 عاما يعد واحدا من بين 12 رجلا اتهموا عام 2008 بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وبالإعداد لتنفيذ هجمات إرهابية في ملبورن. وميشيل الأولاد أنا ما بتخلى عنه، الله يخليه وخلي بين إن شاء الله. الله على كل ظلم بالدنيا. أنا مطالب من دولة البنية تدخل وزارة الخارجية، بتطالب بحقي بهالزلمة يتحكم مثل بالإعدام. الشرطة الأسترالية من ناحيتها قبضت في ملبورن على رعد بعد العثور على جثة زوجته مرمية في أحد مواقف السيارات التي تبعد 2 كيلومتر من منزلهما، لذلك طلب الأهالي إلى وزارة الخارجية التحرك لكشف ملابسات ما حدث. طفل جيلاتيني في مستشفى تمنين يعاني تشوها خلقيا نادرا في العالم. خلف جدران مستشفى تمنين حكاية طفل لم يعش مأساة الحرب في بلده سوريا، إنما ولد والمعاناة سترافقه مدى حياته. ابن الأيام العاشرة طفل مصاب بتشوه خلقي، وهو عبارة عن مرض جلدي اسمه السماك، ويعود الاسم إلى السمكة نظرا إلى الشبه بينها وبين المصاب به، من حيث العينان والأنف والطبقة الجلدية المكونة من طبقات تشبه حراشف السمكة. هيدا البيبي عنده حالة نادرة جدا اسمها اكتيوزس، اللي هي بيخلق الولد بطبقة من الجلد مغطية كل جسمه وبتصير تعمل تشققات، بيكون لا قادر يفتح عيونه ولا قادر يفتح تمه ولا الأنف ولا حتى ديني، بيكونوا أمراض تكوينه مش كتير منيح. مرض نادر يصاب به 1 من 300 ألف في العالم، وفيه كثير من الخطر على حياة حامله الذي يحتاج إلى عناية طبية مركزة وعلاج دائم. طبعا هذا بده علاج فترة طويلة، عشان هيك نحن عم نقول أنه لابد حدا يتبنى هذا الموضوع. الأهل ما كانوا متوقعين أنه الولد يخلص، الحمد لله بسبب الرعاية المضبوطة اللي انحطت له والطرق اللي عم بتعالج فيها الولد ماشي. يعني أي التهاب يتعرض له الولد بروح فيها دغري مباشرة، يعني على القليل بده ليتكون عنده جهاز مناعي ويصير وزنه بوزن جيد يقدر يقاوم، بده وقت يعني هذا الموضوع. الطفل استغربته أمه لا بل خافت منه، وهو حتى الساعة لا يحمل اسما بل يحمل إثما لم يرتكب. طبعا الأهل ممكن تفاجئوا بمجده، فزعوا منه من أول مرة، حسوا أنه شيء غريب، هربوا أو فزعوا، الأم ممكن عم تجي بس ما عم تسترجي تقدر تطلع عليه أو عم تشوفه. الطفل الكردوني أو الجيلاتيني حالة اكتشفت عام 1750، حيث كان يعد صاحبها غير قابل للحياة، إلا أن العلم تمكن الآن من مساعدة المريض على العيش وتخطي مرحلة الخطر، لكن يبقى أن هؤلاء يعانون نظرة مجتمع يصعب عليهم الحياة التي عانوا للحفاظ عليها. رواند أبو خزام، قناة الجديد.
تمديد مجلس النواب لنفسه بدأ للمرة الأولى بعد اتفاقية الطائف في حزيران عام 2013، أما التمديد الثاني لسنتين وسبعة أشهر فجرى عام 2014 وينتهي عام 2017، وهو ما أدى إلى مضاعفة ولايته الأصلية بعد التمديد الأول. أقر المجلس هذا التمديد في جلسته المنعقدة في 5 من تشرين الثاني عام 2014، وذلك بأغلبية 95 نائبا من أصل 128 نائب، مع معارضة نائبين من حزب التشناق وغياب نواب التيار الوطني الحر. ولكن للتمديد وجها آخر يظهر تمديد مخصصات النواب. لا تزال مفاعيل التمديد غير الشرعي لمجلس النواب مستمرة، ولعل أبرزها طلب وزارة المال إلى وزارة العدل توضيحا بشأن كيفية التعامل مع التمديد فيما يخص مخصصات تقاعد النواب، إذ إن الدستور يوضح كيفية التعامل مع مخصصات النواب من دون التطرق إلى الحالات الشاذة. في قانون مخصصات المسميات التقاعدية للنواب تعطي 55% لقضاء دورة يعني 4 سنوات، و 65% لأمضى دورتين، و 75% لأمضى 3 دورات فما فوق. أما فيما يخص نواب التمديد فينقسمون قسمين: نواب المرة الأولى كالمغيب قصرا عقاب صقر والمغيبة طوعا نائلة تويني وصاحب الصورة الوحيدة على الشبكة العنكبوتية سيبوك البكيان، إضافة إلى 35 اسما غيرهم ممن سقطت عليهم نعمة النيابة. أما القسم الثاني فيتألف من نواب قد تشكل هذه الدورة الممددة ثالث دورة لهم، فكيف السبيل إلى حل القضية خارج الدستور؟ وهل من سوابق تاريخية قد تعتمد كعرف في تثبيت مخصصات إضافية لنواب التمديد؟ ما في تمديد وغير تمديد. في الولاية 4 سنوات، كل ما أكمل 4 سنوات نائب يعتبر ولاية. صار في سابقة سنة 72 المجلس 8 مرات مدد له، كان في قوة قاهرة، أحيانا يكون تمديد حوالي السنة أحيانا أكثر، وكل هالتراكم السنوات جمع الحد الأقصى هو 75%. هيدي السابقة احتسب الزمن، لأنه مش كيفية الوصول إلى النيابة، هو تمضية فترة فترة ولاية بالنيابة. في خضم النقاش الدائري حول انتخابات رئاسية وسلات حلول، نواب التمديد غير المنتج هم المستفيد الوحيد على حساب مواطن يغرق في بحار الديون الخاصة والعامة، فيما الساعة بألاف الليرات والحسابة بتحسب. حسان الرفاعي، قناة الجديد. حجز شهادة وفاة أحمد دعيس حتى تسديد ضبط السرعة، وقوى الأمن توضح. عيش كتير بتشوف كتير، مقولة تنطبق بامتياز على الواقع اللبناني. ففي حي وادي الزينة في منطقة سبلين فضيحة سجلت عقب وفاة الفلسطيني أحمد دعيس وبطلها مؤهل في قوى الأمن الداخلي. كان الوالد متوفي، طلعنا على مستشفى سبلين، طلع على المستشفى وقلنا له أنه هو ميت، سلموا قالوا لنا، سألتهم وقتها امتى فينا نرجع نستلم جثة للوالد، قالوا لنا ليجي الطبيب الشرعي ويشوف لنتأكد من حالة الوفاة وكيف توفى. لقوا لنا مخفر شحيم ببلغونا انه طلعوا عنا مشان تخلصوا الاجراءات. طلعنا على مخفر شحيم، حولونا على مخفر السعديات لانه احنا تابعين لمنطقة وادي الزين. نزلنا على مخفر السعديات لتحت، قال لي بدي اشوف نشرة الوالد اذا على الوالد شيء الله يرحمه. قال لي انه والدك عليه ضابط سرعه بقيمه 200,000. والدي من 20 سنه ما عنده سياره. قال لي انه والله انت اذا ما دفعت الضابط ما فينا نسلمك جثه. هيدا ضابط عليه وبالنهايه دوله، ودوله بتاخذ حقها. قدمت له اعطيته 200,000، قال لي بعد في 40,000 على كل 100,000 بيدفعوا للليبان بوست 20,000 على كل 100,000. ف 240,000 سلمت 240,000. الجديد جالت في مستشفى سبلين الحكومي ومخفر السعديات بهدف التثبت من ملابسات الحادث، لكن أحدا لم يشأ التحدث.
ووفق ذوي الفقيد، فالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص اتصل بنجل أحمد مؤكدا معاقبة كل متورط وأن الحق سيعاد إلى أصحابه. وفي اتصال برئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزيف مسلم، أكد للجديد أن المؤهل تسلم المبلغ المالي من محمود من باب المساعدة بهدف تسديده عنه في اليوم التالي، لأن 7 تموز كان يوم عطلة رسمية، وزودنا صورة عن الإيصال نافيا أن يكون المؤهل قد احتجز الجثمان رهينة المبلغ المالي. ليال سعد، قناة الجديد. بعد الإعلان، بريتال منزوعة الرصاص. في بيت الدين. أهلا بكم من جديد. ضاع صيت بريتال في البقاع على أنها بلدة خارجة عن القانون، ولكن أهلها يؤكدون دوما أن هذه البلدة المتاخمة للحدود مع سوريا هي بلدة محرومة من كل الخدمات كناظيراتها من البلدات البقاعية، وأن نسبة المطلوبين من أبنائها لا تقارن بعدد سكانها البالغ حوالي 20,000 نسمة هو عدد سكان بريتال. اليوم البلدة تعاني من الموت المجاني وتطالب بضبط السلاح. نفذ عدد من أهالي بريتال وناشطو المجتمع المدني اعتصاما في ساحة البلدة استنكارا لظاهرة إطلاق النار في المناسبات، وذلك تزامنا مع ذكرى مرور 3 أيام على مقتل الطالب الجامعي السوري يوسف الأسود الذي قضى في البلدة نتيجة إصابته برصاصة طائشة، وشارك في التحرك فاعليات ومشايخ بريتال. هذا اسمه يوسف الأسود، كان له أخ قتل في سوريا وأصبح وحيدا لأمه، هربوا سكنوا عنا ببريتال، تسجل في الجامعة الإسلامية في خلدة. هذا الشاب له طموح، بده يعمل محامي. أطلق الرصاص عليه، يلتفت إلى أنه مجرم جاهل بالجهل المركب، فهو مجرم ولا يعلم أنه مجرم. نضحت أصواتنا نحن النادي يا جماعة يا عالم، قبل ما توقع المصيبة اداركوها لا حياة لمن تنادي. وطالب المعتصمون بالتوقف عن عادة إطلاق النار في الأفراح والأتراح والتي لا تعبر إلا عن جهل وتخلف. حريق مفتعل في منطقة حي السلم. شب حريق مفتعل في منزل تسكنه 3 فتيات مع والدتهن في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية بعدما سرقه شبان مجهولون. وفي التفاصيل أنه عندما علم السارقون بتوجه سكان المنزل إلى المخفر للإبلاغ عن الحادث وتوجه القوى الأمنية إلى المنزل لرفع البصمات، أقدموا على حرق المنزل لإخفاء الأدلة والإثباتات التي تمكنه من الوصول إلى الفاعلين. كل المصاري والذهب احترق البيت كله، إذا ما الدولة أخذت حقنا بيوت بدها تتلهب والدم بده يصير لركب وبيت المقدات كلها مش هتسكت. وأكدت العائلة أن عناصر الشرطة لم تحضر بعد لمعاينة المكان، علما أن كاميرات المراقبة في المنطقة صورت الحادثة كله، وناشدت العائلة الدولة استرجاع ما سلب والتعويض عليها. وفد الرابطة المارونية يزور القرى والبلدات ذي الغالبية المسيحية في المنطقة الحدودية. جال وفد من الرابطة المارونية برئاسة رئيس الرابطة النقيب أنطوان إقليموس، يرافقه عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة وممثلون للوزارات الخدماتية في عدد من القرى الجنوبية الحدودية، بينها بلدة عين إبل في قضاء بنت جبيل ورميش. أما فيما يتعلق بالمبعدين اللبنانيين خارج أرض الوطن، حان الأوان إنه هالناس هيدول يرجعوا لحضن أهلهم. إذا كانوا فعلا هالأشخاص مسؤولين أو ارتكبوا شيء وفقا للقوانين اللبنانية، هون عم بحكي بحس المحامي، بتصور إذا هاي عم برجع أقول إذا بفكر عقوبتهم استنفذوها على الآخر، بيكفي يقعدوا نهار برات وطنهم، هيدي عقوبة إلهم. هاي منا لذة ومنا متعة ومنا سياحة، حان الأوان إنه نرجع نستردهم، نرجع نحتضنهم، نرجع نعطيهم فرصة تيعيشوا كرام بوطنهم ويجوا من حالة الذل يلي عايشينها خارج أرضهم.
أما فيما يتعلق بدور الرابطة المارونية فأعلن إقليموس أن الرابطة ليست مؤسسة مالية وإنمائية، بل هي ترصد الخلل في الدولة خصوصا فيما يتعلق بحقوق المسيحيين. وتجدو الإشارة إلى أن وفد الرابطة سبق أن زار قرى وبلدات علم الشعب والقوزح ودبل ويرون. سرقة محل في الأشرفية عند 3 فجرا والمرتكب يطلب 5 زجاجات ويسكي قبل أن يغادر بمبالغ قدرت ب 11,000 دولار أمريكي. هذا المحل في ساحة ساسين الذي يبقي أبوابه مفتوحة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة كان هدفا للسرقة فجر السبت. واللافت بحسب رواية المعنيين أن العملية لم تستغرق سوى دقائق قليلة، والجاني كان يتصرف بهدوء تام بعدما انتظر فترة على دراجته النارية خارج المحل ليتأكد من خلو المكان. بفوت لهون بيسحب الفرد بيعطيه كيس بحط له اياه هون بيقول له ضب لي كل المصاري هون عطيه الكيس شلو. في عنا صندوقين هون بالمحل، اول صندوق اللي هو بس للبيع وثاني صندوق اللي هو صندوق الوستن. هلا شلوا مصريات اول صندوق يلي هو بس تبع البيع يلي ليل الفرافيت شلوا يوم حط له يوم بالكيس. قال له ما تضحك علي بعرف انه في صندوق وستر يونيون هون. قال له اعطيني المصاري بالصندوق الوستن، يعني عارف انه في مصاري دولار بقلب المحل. عم شايلهم الزلمه وعطيه اياهم والزلمه هيدا عنده خبره فيها من قبل لانه عم بيعطيه المصاري حتى يلقطهم هو يقول له لا شو بدك ايدي علمه خلص ما تستهبلني حطهم انت بالكيس. وهو فالت بقول له اعطيني 5 ناني ويسكي. شال الموظف اعطيه 5 ناني ويسكي وظهر على بكل رواق بحطهم بقلب الموتور وطلع على الموتور ومشى. القوى الأمنية حضرت فور تبلغها خبر السرقة وقد أجرت مسحا شاملا للمنطقة وكاميرات المراقبة وبدأت تحقيقاتها في القضية التي يبدو أنها باتت تتكرر في أكثر من منطقة. وإلى فن الخبر وزميلي شادي خليفة. شادي مساء الخير. مساء الخير داليا. أخبارنا اليوم؟ يعني في عندك بالنشرة كان أخبار سوداوية كتير، ولكن بالمقابل مناطق لبنانية عم تشهد مهرجانات وأجواء فرحة جدا. رح نتابع تفاصيلها سوا. فعلا أمام كل تخوف أمني هناك تحدي من قبل اللبنانيين، وهالشي بدأ واضح بختام مهرجانات دبي الدولية مبارح مع نجوى كرم ووائل جسار. كيف كانت الأجواء وشو صرحوا لنشرتنا؟ منتابع سوا. طالما في شعب خير وبحب الحياة ومآمن بقضيته، طالما أنه ما في للإرهاب مطرح لا بقلبه ولا ببلده، بدنا نغني، بدنا نفجر أصواتنا، نفجر بس أصواتنا لحتى نخليها تنشر الفرح وين ما كان. وكل مثل ما بيقولوا شظية من الصوت بتطلع تفوت على قلب ناس عم يحضرونه لحتى تفرحهم، وعلى كل قلوب الحزينة وعلى كل قلوب أمات الشهداء، وخصوصا جيشنا بلبنان. جيشنا منه مصنوع لحتى حدا يغدره ولا لحتى حدا يحطه قدام البارودة لحتى يقتلوه ويغدروه. جيشنا هو اللي يدافع عن بلد، ما بيحب يدافع عن طائفية معينة، ما بيدافع عن بيت معين، مش عن منطقة معينة. جيشنا لكل لبنان، والله يحمي جيشنا. تعبنا نقول عرفونا على هالأخ اللي اسمه السلام، حابين نتشرف بمعرفته. في خوف كتير كبير من قبل الناس، ورغم كل الظروف وكل اللي عم بيصير نحن باقيين ونحن عم نتحدى كل شيء حوالينا لحتى نشوف لبنان بمحل ما نحن منحب يكون، الفرح والسهر والمهرجانات. مهرجان أكثر من رائع وأكثر من ناجح. أوكي، كان هالمهرجان انعمل بزمن الصعب، بزمن التحدي، ولا شيء قدر لويلنا ايدنا ولا زرعنا. العنوان انا حطه لشغلي السنه هو الاصرار على الحياه، يعني نحن موجودين ومصرين دل موجودين باحلى صوره باحلى بلد مع احلى ناس مع احلى جمهور. ومن دبي
دبي إلى بيت الدين، حيث انطلقت أمس مهرجانات بيت الدين الدولية مع ليلة بوليوودية حملت كنوز من إرث الهند وفنونها وثقافتها وأساطيرها ضمن استعراض مبهر. فكانت أولى ليالي المهرجان مليئة بالألوان والفرح، وامتزجت الأجواء الموسيقية والغنائية العالمية مع روائع بيت الدين الهندسية اللي زادت على الاستعراض سحر. 40 راقص وراقصة، حركات أجسادهم جسدت معنى فلسفة الوجود ونقلتنا إلى سحر حضارة قائمة بحد ذاتها. هيك كانت أجواء المهرجانات بلبنان، على أمل بأنه أجواء الفرح والسعادة تضل منتشرة على طول. ضلوا بألف خير. بعد الإعلان، إيرانيون يريدون إسقاط النظام، سري للغاية. أهلا بكم من جديد. معارضو نظام الولي الفقيه في إيران يجتمعون في باريس ويتوعدونه بالسقوط القريب. انطلق في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر المعارضة الإيرانية السنوي بمشاركة أكثر من 100,000 من أبناء الجاليات الإيرانية المنتشرة في مختلف دول العالم. ودعت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر إلى إسقاط نظام ولاية الفقيه في إيران، قائلة أن الاتفاق النووي زاد من جرائم طهران في المنطقة. رجوي ترأس المجلس الوطني للمقاومة في إيران، وهو تجمع يضم 5 فصائل إيرانية معارضة من ضمنها حركة مجاهدي خلق التي كانت رجوي أمينا عاما لها في وقت سابق من ثمانينيات القرن الماضي. ولكن ردنا على خليفة ولاية الفقيه هو لا شك أن حكم الله سينفذ، وهو سقوط ولاية الفقيه. فانتظروا، إننا معكم من المنتظرين. وحضر المؤتمر شخصيات سياسية من حول العالم، منهم الأمير السعودي تركي الفيصل والسفير الأمريكي السابق في مجلس الأمن جون بولتون. صفحة أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير. استشهد نحو 38 مدنيا بينهم 14 طفلا و13 امرأة في قصف شنه مقاتلو المعارضة على مناطق تسيطر عليها الحكومة في حلب، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما تواصل القوات الحكومية السورية حملة لتطويق الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة بالكامل. إلى ذلك، سيطر الجيش السوري وحلفائه على بلدة ميدعى شرق دمشق بعدما كانت خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة، وفق المرصد الذي قال أن البلدة كانت أبعد نقطة تسيطر عليها المعارضة في الغوطة الشرقية، وكانت تستخدم ممرا لإدخال الأسلحة والأموال للمسلحين هناك. غدا مقتل 5 من رجال الشرطة الأمريكية برصاص قناصة في تظاهرات دالاس. خرج الآلاف إلى الشوارع في مدن أمريكية عدة استنكارا لقتل الشرطة رجلين من أصول أفريقية، وردد المشاركون هتافات تطالب بالعدالة وترفض عنصرية الشرطة. إلى ذلك، أعلن الجيش الأمريكي أن قناص دالاس ميكا جونسون عاد إلى الولايات المتحدة من أفغانستان بعدما اتهم بالتحرش الجنسي، ووصف على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه وحيد وتابع لجماعات مسلحة. وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتوجه إلى دالاس في مطلع الأسبوع المقبل.
أعلن حلف شمال الأطلسي عزمه على نشر قوات عسكرية في البلطيق وشرقي بولندا للمرة الأولى، وذلك لردع روسيا التي ترى أن هذه الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق تقع في دائرة نفوذها. وقرر قادة الناتو 28 في اليوم الأول من قمتهم التي انعقدت في العاصمة البولندية وارسو إرسال 4000 جندي إلى شمالي شرقي أوروبا استعدادا للدفاع عن الأعضاء من شرقي القارة في مواجهة أي عدو روسي. والآن صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. في صيدا دهم الجيش مجمع الأوزاع للنازحين السوريين قرب مدخل صيدا الشمالي وأوقف 85 شخصا لمخالفتهم شروط الإقامة الشرعية، وتأتي عملية الدهم هذه في إطار إجراءات استباقية لمنع أي خرق أمني خصوصا بعد تفجيرات القاعة الانتحارية. توجهت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني إلى عرض البحر قبالة منتجع الرمال في ذوق مصبح بعد الإبلاغ عن نشوب النيران في زورق سياحي، وقد عملت على إخماد الحريق الذي نشب بفعل احتكاك كهربائي، وقد جرى إنقاذ شخصين كانا على متنه. عقد أصحاب وسائقو الفنات لقاء في بلدة حوش الحريمة بالبقاع الغربي تناولوا فيه موضوع المنافسة التي يتعرضون لها من قبل مزاحمة السائقين السوريين لهم، وطالب أصحاب الفنات وزارة الداخلية بإيجاد حل سريع لهذه الأزمة. وهنا نطالب الأجهزة الأمنية من خلال وزارة الداخلية والبلديات إلى تنظيم مواقف خاصة لهذه الغاية بحيث لا يكون هناك فوضى وكل واحد فاتح على حسابه، وأن يصار إلى منع السوريين من قيادة الفنات تحت طائلة المسؤولية. وهنا نلفت عناية الأجهزة الأمنية إلى أن السائق السوري أصبح يجول في كافة المناطق اللبنانية بحجة هذا الفان ويدخل إلى المخيمات وينقل النازحين، ولا أحد يعلم إلى أين يذهب وماذا ينقل، وكلنا يعلم المخاطر التي تهدد اللبنانيين من خلال الإرهاب. وقد تداركت وزارة العمل الآثار المحتملة عن هذا النزوح وشرحت الخطوط العريضة في جلسات مجلس الوزراء والمشكلات التي سيخلقها هذا النزوح على الأراضي اللبنانية. وإلى زميلتي ميشا وفقرة ترندز. ميشا مساء الخير، اشتقت لك. مساء الخير داليا، أنا كمان متبادل. لا ما أحلي وهو مش أنت كمان. شو في عنا اليوم أخبار بترندز؟ اليوم في هاشتاغ انتشر على أساس ليناهض العنصرية وإنما أخذ غير منحة، منتابع سوا. مرحبا. الحملة اللي انتشرت على تويتر لمناهضة العنصرية بالعالم من بعد ما شهدت الولايات المتحدة خلال هالأسبوع حادثة مقتلين الأمريكيين السود على إيد الشرطة اللي خسرت بدورة 5 أفراد بعملية انتقامية وتظاهرات احتجاجية انتشرت صورها على السوشيال ميديا، كان الهدف من هالحملة نشر مفهوم الأخوة والمحبة رغم الاختلاف بالألوان. لكن فات البعض أنه هاشتاج أخي الأسود أنا أحبك بالعالم العربي اللي انتشر بكثرة يعتبر بحد ذاته عنصري، فعلق البعض أنه نحن بالألف الثالث يا عالم، ووين المنطق بهاشتاج عنصري لرفع الوعي ضد العنصرية. وحتى أحد المعلقين كتب بطريقة ساخرة: بما أنكم شعب مهضوم وبتحبوا بعض، إذا ممكن حدا يجوزني، أنا شاب أسود بصلي وعندي شهادة ووظيفة. رغم حسنات شبكات مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنها عم بتساهم أوقات بخلق صورة نمطية عن بعض المفاهيم. فمثلا بالفيديو اللي رح نشوفه كلمة الله أكبر بكركوك ممكن تكون بتعني انتحاري رح يفجر حاله. فالفيديو ببين حالة من الفوضى وتدافع بين الناس بسوق بمدينة كركوك بالعراق بعد ما صرخ شخص الله أكبر، والشخص اللي نشر الفيديو بالأول علق وكتب: مش بحاجة أبدا تلبس حزام ناسف، فقط أصرخ الله أكبر، الإرهابيون والغرب هدفهم واحد وهو تشويه صورة الإسلام. وتم نشر الفيديو على أساس أنه أحد الزباين تخانق مع صاحب محل فصرخ بصوت عالي الله أكبر، وما قدر حدا يعرف شو كانت الأسباب الفعلية وراء الشيء اللي صار. أما المواقع اللي كمان نشرت الفيديو كانت رافضة تأكد إذا الشيء اللي شفناه صحيح وسببه إشكال بين شخصين، واكتفوا بالقول أنه مش ممكن التأكد بشكل موثوق من صحة الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا.
وبخبر تقني من فيسبوك، عم تختبر الشركة ميزة جديدة بتمكن مستخدمي فيسبوك ماسنجر من تبادل المحادثات السرية، ورح تكون الرسالة مقرية من جهاز واحد بس ولو فتح الشخص فيسبوك على غير أجهزة. وبطريقة شبيهة بتطبيق سناب شات رح تصير تختفي الرسائل بعد فترة بيحددها الشخص اللي عم يكتب هالرسالة. وقالت الشركة إنه القضايا المالية والصحية هي مثال على الأمور اللي بيرغبوا الناس يعملوها سرية بالإضافة للأمور العاطفية. هيدول كانوا أخبار اليوم، ترندز جديد بنشرة بكرة. في الرياضة، برشلونة اسكولا حدث كروي منتظر لإعداد الناشئة يديره خبراء من أحد أعظم أندية العالم. Siempre buscar líneas de pase, profundidad y amplitud. Okay, que jugaste pies o Oscar. الحدث الأول من نوعه في لبنان أصبح حقيقة، إقامة معسكر إعدادي للناشئة بإشراف خبراء من نادي برشلونة بطل إسبانيا وحامل كأسها وأحد أعرق أندية العالم في كرة القدم. FC برشلونة إسكولا أو مدرسة برشلونة المنتشرة في كل أنحاء العالم سوف تجد لها أخيرا مكانا في لبنان، وتحديدا في الفترة من 18 إلى 23 من الشهر الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية في بيروت. هذا الشيء أكيد بيحسن كرة القدم اللبنانية، يعني هذا بفايدته على كرة القدم ككل يعني بلبنان. عن اسم برشلونة بالنص، يعني هذا أكبر دافع أنه نكون متحمسين أنه حيجي عالم، وإن شاء الله يعني هلأ بكرة التليفونات بدأت تكتر أنه تأمن محلات، فاللي ما تسجل عجل ويلحق حاله لأنه عن جد ما في مطارح. ومع تواصل التسجيل في الأماكن المخصصة لذلك، يؤكد المنظمون محدودية الأماكن لأن مدربا سيتفرغ لكل 12 ولدا، ولأن الأولاد سيتوزعون وفق الأعمار والإمكانيات، وسيحصل كل منهم على تجهيزات أصلية من النادي الإسباني. المعسكر التدريبي الممتد لستة أيام سوف يتوج باختيار خبراء البارسا لأفضل موهبتين لبنانيتين، بحيث يتم إرسالهما للتدريب لمدة أسبوع في مدينة برشلونة نفسها وعلى أرض ملعبها التاريخي الكامب نو. Vamos jogar? Isso é impressionante, Zé. كان في النشرة داعشي لبناني قتل زوجته لرفضها تنفيذ عملية انتحارية في سوريا. الله يستفل فيه، أنا طالب يخذوا لي حقهم لأنه قتل بنته وبنتي فأي بريئة. احتجاز جثمان بسبب ضبط سير. والله انت اذا ما دفعت الضبط ما فينا نسلمك لسه، هيدا ضبط عليه وبالنهاية دولة ودولة بتاخد حقك. الطفل السمكة ظاهرة للأطباء ورعب للأهل. حسوا انه شيء غريب، هربوا او فزعوا، الأم ممكن عم تجي بس ما عم تسترجي تقدر تطلع عليه او عم تشوفه. نواب التمديد يتقاضون مما لا ينتجون. السنوات هي التي تحتسب، ما في تشكيك انه هيدي بوضع قانوني او دستوري او مش دستوري. كان في نشرتنا نجوى كرم انتحارية وشظايا التفجير تصيب الجميع. نفجر بس اصواتنا لحتى نخليها تنشر الفرح وين ما كان. وفي ترندز الليلة، هاشتاج عنصري لمناهضة العنصرية. فريق عمل هذه النشرة يشكركم على طيب المتابعة، ويعود يلتقي بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند 11:30، فدمتم بأمان الله.